واش لا فامي؟ مهم فيلم زوين مع الناس زوينين، ما تنساوش ديروا واحد لايك وشي سبسكرايب، تنساوش تابوناو في لاشين، وما كاين غير فلا تعطيلة شي لا ياك هذاك اخويا ديان انا كنتي غادا ويطي. شكرا. لا حفظك نسولك واحد القهوه اللي كيقول لك في الصوالح تعرف فيها. هيا في الطريق لك شنو شنو سميتك؟ سميتي كريم. انتيا؟ سميتي مريم. متشرف. واش خدام؟ انا سكرتير في واحد الشركه دوليه. تبارك الله. انت؟ انا يلا خدام. قولي دابا كتقلب على خدمه؟ كنقلب على خدمه والدومين ديالي باش ندير كونطابيلي. اها. ولكن دابا نمشي نشوف واحد الدري صاحب القهوه. علاش وصلت ليا؟ اش هادشي اللي قال لي؟ تقدر تخلي عندي النمره ديالك باش الا كان شي حاجه نعيط لك. اه ماشي مشكل. ها طيب. هاكي. ما قلتيش لي حقا شحال فامر؟ عندي 30 عام. تبارك الله ما بيناش انا. وانت؟ انا يلاه عندي 20 عام يلاه كملت. المهم دابا صافي راه ودرب لي مريح لها في القهوة راه مشيت جبت شي الخدمة يمكن يعني ولا كان شحال نعيط لك صافي اسمحي لي حتى تدوز شي مشكل فهمتي يلاه بالسلامة فين بابا؟ فين كان؟ هاني صافي كيفاش عندك واش غادي؟ وفين كنتي؟ خويا كنت جاي عندك دابا ها؟ انا متصادح مع واحد الدري طاح لها بسطامبي طاح لها بسطامبي مع عفريت شنو شنو داير باش من عندك النمرة؟ ياك وانا عارفك عفريت انت وقول لي درتي بخدمه واش رجعي عندك شي هي التوسط ديالي واش عجبك تسولك على هذا البلان شوف غادي نقول لك غنقول لك شكون زعما غنكتب عليك ما والو ترى خويا عزيز السيد هضر معاه هضرتي معاه اش قال لي خاص الكود الا ما كانش في الخدمه غاديش انا باش تقول لي قال لي كان عندي فلوس باش نقلب على الخدمه واخويا انت اللي قلت لي واش انا اكثر منك راك عارف اخويا هنا انا ما كانش الوساطه سخسختي ما غاديش والله ما سخسختي ما والو انا كليك تمشي لي الجو اش غدير تمشي معايا للدار صوبوا شي يلاه نمشيو نديرك باغي انا شكون كيصوني دابا الو الو السلام عليكم شكون معايا معايا كريم اه كريم هذا شكون انتي الدري اللي سولت على القهوه الصباح على قبل السي في قلت لك خلي لي النمره ديالك باش الا كان شي حاجه نعيط لك اه الدري طاح لها بسطام اييه هي انا راكش بخير الحمد لله وانت بخير الله يحفظك نقدر نشوفك اليوم والله ما نقدر دابا مع ندير مع الدري صاحبه نمشي عنده زعما ما تقدرش تحاول ايوا نحا ما شدكش بزاف صافي صافي واخا يلا فين نطلق في نفس البلاصه يلا صافي واخا سلام وايلا نطلق مصراش يعني. شي شوف اش بان وجاتني غريبه صونيتي هي علاش واش متوقعتهاش منك؟ كنت صافي خدات المرتي ما تصونيش لا كنت عارفه راسي غادي نصوني عندك منك علاش؟ بغيت نقول لك واحد الهضره ولكن متردد شويه اه صراحة انت انا باغي نقول لك شي هضره ولكن نسمع لك انت الاولى ما تاخذش مني موقف خايب لا لا شتي انسان درويشه باقي ما كنعرفكش مزيان ولكن كنت باغي درويش المهم من داك النهار حطيت عليك واحد الصوره ديال الدري نقي ومتخلق وبين عرفت من اللي باغي يخدم شي باغي يدير شي حاجه في الخير ما كنتش صراحة باغي نخدم ولكن دابا تيوجه لي بهاد المايا قبل الخدمه لا علاش ما كرهتش تكون شي حاجه بيني وبينك واخا فريق الصين صراحة ما نكذبش عليك انت يا دري زوين انا ماشي واحد اللي خايب يعني الله اش قلت لك الخطره ما بينش كنبدا بالمجتمع ديالنا دابا كيشوفوا دري كبر من دري كيقول ناصب عليها فهمتي دابا كون كانت صغار منك انا يوقف ما فيك واخا تكون في المكان انت فهمت ولكن انا ما عنديش هاد العقليه انا المهم انا عقلي يجي يكون بدا غير مفاهم عادي اي حاجه كدوز فهمت الفرق ديال السن ما كيهمش انا ما عنديش المشكل كما قلت انا عجبتي ولكن ما عرفتش شوفي انت تقدري من قدام الناس اللي يقولك هذاك صغار منك انت تقدر تخبط ليها المشكل هو غادي يكون عندك انت واقيلا انا ما عندي حتى شي مشكل فهمت اللي بغى يدوي يدوي اللي بغى يتفرق يتفرق المهم هو انت تكوني معايا بين الناس وانا نكون معاك صافي متفقين صافي كيفاش الخرجه اليوم؟ زوينه والله لكن
كاين واحد البروبليم. علاش؟ قال لي ديك الدري اللي قلت لك طاح لها بسطام ها عطيته لها. لا قال لي ديك الدري اصاحبي ديك الدري ممكن كتعجبني ولكن طرا واحد البلا اليوم عيطات لي شاي وقالت لي بلي انا كنعجب. ولكن كاين واحد المشكل. شنو هو المشكل؟ كبر مني ب 10 سنين. وايلي والله 10 سنين كاع. وي اصاحبي الله يعمرها دار ماشي شي وحده زعما اللي بغاها ان شاء الله. كاينه صاحبي كبيره في الله جا صاحبي واش انت باغي تزوج بها؟ وي هذا الشيء علاش ما لقيتيني نكري بحالك مع بعض ولا الدار خفت انا ما يبغيوش ومحال ماشي يبغيو لك اصاحبي 10 سنين راه كبيره بزاف. مالكم اصاحبي بحالك شنو هي 10 سنين والو؟ واخويا فهمت هذا الشيء اللي في النظريه ديالك رغم انك 10 سنين راه بزاف اصاحبي فهمت الهضره ديال بنادم انا من بعد هذا الشيء اللي كنت راه بزاف اصاحبي 10 سنين انت باقي صغير اصاحبي بحال غاتخش للشباب ديالك والله صافي ما عرفتش علاش نتوما عندكم هاد العقليه صافي صافي المره اللي كانت كبيره صافي ما متزوجش واخو راه دري صغار منا لا قد ولده كانش هاد الهضره كان الانسان فاهم الانسان صافي بيخ اتبع لي القصيره تاع من موال لا ماشي انا وكاك اصاحبي صافي انت دي هضرتك انت كدوا اخويا شد دي صابر زدتي لي راسي وش عندك باش تزيد زعما تسير انا قلت لك اللي كاين اخويا صعب مرتين انت تعصبتين هادشي هضرتك هما مولين ضربش يقولوا لي هذا حيت نتلاقاو سير سير فين اخويا هاني بخير كلشي مزيان الله يحفظك وبا انا صاحبي نشوفو قبال وغبرتي يا صاحبي والله الا غبرتي وصافي مرحبا دوز عندي في اي وقت اخويا مرحبا السلام عليكم السلام صاحب كريم ياك ايه عفاك كنت نسول يعني مرحبا زعما الدري كي كيجيكم في الدار تشوفو ولكن واش انت واحد الدري كان ودي عليها كان واش انت اللي كبر منه ب 10 سنين شنو داك الدري ما لقيتيه مت محشومه داك الدري عنده مسكين 20 عام بغيتي تقول لي شباب محشومه وي انا جاي نسول علاش كنتي كتعطيني في الدور بس شوفي اختي نقول لك واحد الشكل مات داك الدري باقي صغير وهذاك خويا وعزيز عليا ونقول لك من الاخر غير بعد منه عرفتي الا مشاو تحصلوك دارهم ولا عرفوك معاه ولا شي حاجه راه غادي تدبري عليه سيري بعدي من الدري وخليه يعيش حياته من حد باقي صغير انت هي كبيره في الله سيري شوفي لك شي واحد قداك ولا شي حاجه اللي غادي تفهمي انت وياه وخلي الدري يعيش حياته راه باقي صغير الدري ساليت اسمعي واحد الحاجه انا وداك الدري مفاهمين بزاف وكبر منها صغر منا ماشي هذا هو المهم تقدر تكون مع وحده صغر منك ولكن طول ما واحد شويه تفارقوا فين هو السن في هادشي المهم هو يكون البلد الواحد الداخل ديالو نقي تفاهم حتى وياه السن كبر منه صغر منك شها ارقام وانا وداك الدري مفاهمين بزاف لا دارو ما يحبسونا لا دارنا غادي يحبسوا الصراحه ملي قلت لي الهضره والله بقى في الحال والله حيت ودو معايا وقلت لي واحد الهضره خايبه عليك ولكن انت ملي درتي معايا دابا الصراحه قنعتيني والله وهضرتك في المحل ديالها وعجبتني وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والله يكمل عليكم بخير وهادشي اللي كنتمنى لكم والله وكريم اخويا وعزيز عليه شكرا ربي يخليك ماشي مشكله يلا سلام اختي عافاك قبل ما تمشي بغيت نقول لك واحد الحاجه شويه الا مشيتي عند كريم عافاك بغيت نطلبك ما تقولي لي والو ما بغيتش يعرف والو صافي ما تقوليش لي راك تلاقيتي معايا ولا شي حاجه ما بغيتوش يعرف صافي صافي الله يحفظك بالتوفيق يلا ما يجيب لنا شي بنت الناس بحالك امين الله يحفظك الله يجيب لنا شي بنت الناس بحال هذه وحق الله صالح اللي درويشه الله يعمر لها الدار والله كشغال والله يجي نشتري حتى حنا نتفاهموا مع الزواج والله ما بالعمر وحق الله خاص غير بنادم يكون فاهم ويكون والله والله يجي لنا شي بنت الناس حتى حنايا يا ربي يا ربي ويلي ودابا تعطلتي بزاف والله والبرد قال انا المهم جايب لك واحد الهضره زوينه وكتفهم دويت مع الدار قالوا لي هاد السيمانه شحال خصها غير تخدم والله مبروك عليك سامرونا مودست كامبو سامر مودست كامبو اي 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 سامرونا مودست كامبو سامر مودست كامبو كاين شي حاجه اللي عطاني امل انت ما عطيتيني الامل لا وي لا صح لي شنو سمعت معكم انتم الصحاب ديالك تجينا عندك الصحاب ولا صاحبي
Yeah.